السلام عليكم احبائي، كديري لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. كنتمنى من كل قلبي تكونوا بخير وعلى خير. كنعتذر بزاف بزاف على التاخير، وهذا بسبب دخول طبيعة الحال المدرسي ومراها المرض. كما كتسمعوا الصوت ديالي شويه مبدل، ولكن غادي نديكم معايا في واحد الرحله من المانيا لبرشلونه. كما كتشوفوا هنايا واحد المعلمه تاريخيه، يعني هذه سكرادا ساغرادا فاميليا اللي كاينه في برشلونة. هاد سكرادا فاميليا هي من اضخم الكنائس اللي في اوروبا، وواحده من اجمل المباني اللي كاينه في برشلونة، واللي معروف في هاد المعلمه او هاد الكنيسه هي ان تم البناء ديالها من بدا البناء ديالها من 1882، يعني 140 عام. ويعني الحاجة الطريفة اللي فيها هي أن ما زال مستمر فيها البني حتى لدابا. يعني هي من أشهر المعالم الغير مكتملة، ديما كتلقاي فيها هذوك، يعني واش ترميب ولا مازال كيبني ولا ما نعرف. المهم شي حاجة تحفة، شي حاجة زوينة، كما قلت لكم من أضخم الكنائس اللي في أوروبا. ودرنا واحد تسارينا في مدينة الجميلة اللي يعني برشلونة، وكذلك مشينا المحبي فريق ديال بارسا، كذلك دخلنا درنا واحد الجولة في سانتر فيل ديال المدينة، وشفنا الحوايج اللي كيتباعوا تما ديال الفريق ديال بارسا، المحبين كما قلت لكم ديال فريق بارسا. فبقاو معايا، يعني تساروا معايا شوية ونرجع معكم من بعد ما تمشيو فين. واللي ما مشتركش في القناة يشترك، واللي ما يعني ما دارش لايك ما تنساوش ديروا اللايك باش تشجعوني وتبارطاجيو القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبقاو معايا حتى الاخر الفيديو. هنا كما قلت لكم راحنا في سنتر ديال برشلونة، هنا في بلاصة دي كاتالونيا، واحد بلاصة اللي معروفة يعني في سنتر فيل ديال برشلونة. هنا في المحل اللي كنت فيه قبل، هذاك راه زاغا، هذه راه زاغا كبيرة بزاف كما كتشوفوا. درت واحد الجولة في زاغا، المهم في المحلات تما اللي ضروري حنايا العيالات ما يمكنش نمشيو شي بلاصة فيها الحوالات وما ندخلوش. وبالخصوص في اسبانيا كيعجبني نشري الحوايج في اسبانيا، عند كاين في اسبانيا واخا كاين الماركات بحال تقريبا كيما تما كيما هنا، ولكن في اسبانيا رخيصة. كما معروف هي زاغا ومانغو، كنظن في برشلونة عندهم تما الفابريكات اللي كيصايبوا اللي كيصنعوا الملابس، يمكن تما داكشي علاش يمكن رخيص، ارخص بعدا عندكم ارخص من عندنا. وكذلك كيبان لي حتى كاينين شي حوايج ما كاينينش عندنا حنا يمكن. المهم كيبان لي انا، المهم كيعجبني نشري في اسبانيا اكثر وكيجيني لو شوا اكثر. المهم كتعجبني اسبانيا. هنايا مهم خليكم معايا في الجوله كما قلت لكم، ما تمشيو فين. هنا من بعد برشلونه غادي تمشيو معنا لطراغونا. طراغونا النواحي تصلاو، هنا فين كاين البحر. تما درنا واحد الجوله وتمنظروا معنا شويه في المناظر ديال البحر، مدينه جميله جدا ساحليه. فبقاو معايا حتى لاخر فيديو.
هنايا المنظر ديال البحر الجميل غادي نودعكم الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم برعاية الله، مع السلامة. هادو ديال العرايس.